ثمن باهظ توعد ترامب الديمقراطيين بدفعه بعد صدور نتائج تحقيق جون دورام. الرئيس الأمريكي السابق قال إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي والديمقراطيين يجب أن يحاسبوا على قضائهم سنوات في التحقيق في التواطؤ المزعوم بينه وبين روسيا. يأتي ذلك بعد أن أصدر المستشار الخاص جون دورام تقريراً يقول إن التحقيق حول علاقة ترامب وروسيا لم يكن ينبغي إجراؤه مطلقاً. هذه التحقيقات الديمقراطية اليسارية المتطرفة هي الأكثر إثارة للإشمئزاز في تاريخ بلدنا. إنها وصمة عار. سيكون الأمر مسلياً للغاية، ولكن سنرى ما سيحدث. إذ أجرى المحققون تحقيقاً سياسياً في خضم انتخابات عام 2016 حول ما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع روسيا لقلب النتيجة. التقرير انتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي لفتح تحقيق كامل على أساس معلومات استخباراتية خام وغير محللة وغير مؤكدة، فالسرعة التي فعل بها ذلك كانت خروجاً عن القاعدة كما ذكر التقرير. تطورات تأتي بعد تحقيقات أجريت مع ترامب في مانهاتن، وربما ستخدم مصالحه قبيل انتخابات الرئاسة وصراعه القوي مع الرئيس الحالي جو بايدن والديمقراطيين عموماً. بلال البجديني، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.